فأقول وبالله تعالى التوفيق. وعن سورة الطور قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب، وقد ورد من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب بسورة الطور حتى إذا بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يتصدع، وفي رواية: كاد قلبي أن ينفطر. وهذه الزيادة كاد قلبي أن يتصدع لها طرق تحسن بها والله أعلم. أما عن الطور الذي أقسم الله تعالى به فهو جبل الطور الذي كلم الله عز وجل عنده موسى تكليما، إذ الله قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وقال: وما كنت بجانب الغربي، أي بالجانب الغربي من الطور، إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وهو هو المذكور في قول الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين، وهو جبل الطور طور سيناء. وهو هو المذكور في قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عنده، وأقسم الله سبحانه وتعالى به لفضل هذا المكان ولشرف هذا المكان، إذ الله قال: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ومن العلماء من رام تفريقا بين الطور والجبل فقال: الطور كل جبل عليه نبات عليه خضرة، والجبل ما ليس كذلك. وهذا تفريق لبعض أهل العلم وليس بمضطرد عند العلماء. أقسم الله تعالى بالطور هنا، وأقسم به في موطن آخر من سورة التين إذ قال: والتين والزيتون وطور سينين. فالواو هنا واو القسم، والمقسم به هو الطور. والطور وكتاب مسطور، ما الكتاب المسطور الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال، أحدها أنه اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الخلائق كلهم. ومن العلماء من قال: الكتاب المسطور هو الكتاب الذي كتبت فيه أعمال العباد، إذ الله قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن العلماء من قال: أيضا هو الكتاب الذي كتبته الملائكة، إذ الله قال: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، الرق معروف الجلد الذي يكتب فيه أو الشيء الذي يكتب فيه، والمنشور هو المفتوح. ولقد قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت، أي فتحت. قال: والبيت المعمور، وهو بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك، وهو في السماء السابعة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، وقد رأى الخليل إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور والسقف المرفوع، والسقف المرفوع قال أكثر العلماء المراد به السماء.
لأن الله قال: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، والسقف المرفوع والبحر المسجور، البحر معروف والمسجور لأهل العلم في تأويلها كلمات، أحدها أن المسجور الممتلئ، والثاني أن المسجور المتأجج نارا، وهذا التأجج من العلماء من قال سيكون يوم القيامة، لأن الله قال: وإذا البحار سجرت، ومن العلماء من قال إن تحت البحر نار تتأجج. وورد بإسناد ينظر فيه أن سائلا سأل عليا رضي الله عنه عن البحر المسجور فأشار له، عفوا، أن سائلا سأل عليا عن النار فأشار إليه إلى البحر، أشار إليه إلى البحر. ولعل ما ظهر في الآونة الأخيرة في الأزمنة المتأخرة هذه من الزوابع التي أسموها البراكين والأشياء التي حدثت في تسونامي ونحوها، لعله يشعر بشيء من ذلك. ومن الدليل على أن مادة سجرت يشار بها إلى النار قوله صلى الله عليه وسلم: أول من تسجر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ومن الدليل على ذلك أيضا قوله كعب بن مالك في قصة توبة الله عليه لما أرسل له ملك غسان رسالة يقول له فيها: إلحق بنا نواسك. قال: فأخذت الرسالة وتيممت بها التنور فسجرتها، أي فأحرقتها. قال تعالى: والبحر المسجور، على القول أنه الممتلئ نارا. قال: على أي شيء أقسم ربنا بهذه الأيمان؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء على شيء عظيم، ونعوذ بالله من غضب الله. قال: إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع.